معنى الثاني أننا نقول عدل ونريد من العدل التساوي. لابد كثير من الإخوة عندما يستمعون إلى بعض العامة يقولون ماذا؟ يقولون وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فماذا يفهمون من العدل؟ ها؟ تساوي. يفهمون من العدل تساوي، تساوي بين الأفراد. أنت عندما تراجع، التفتوا جيد، عندما تراجع دائرة تطالب مسؤول الدائرة أن ماذا يفعل معك؟ يكون عادل. يعني شنو يكون عادل؟ يعني ينظر إلى الأفراد نظرة واحدة، هسه سواء كان ذلك الفرد عالم أو كان جاهل، سواء كان له شغل مهم أو لم يكن، سواء كان كذا أو لم يكن، أنت تطالبه أن يكون عادل. يعني ماذا أن يكون عادل؟ يعني أن ينظر إلى الأفراد نظرة متساوية. النظرية الماركسية ماذا كانت تنظر إلى أفراد المجتمع الشيوعي؟ ها؟ نظرة واحدة. تقول مولانا أنا أعمل 16 ساعة وأنت تعمل 4 ساعات، يقول في النتيجة لا، أنت أبو 4 ساعات نتيجة عملك ملك لك، ولا صاحب 16 ساعة نتيجة عمله ملك لا، وإنما هي ملك للمجتمع ويعطى الجميع على حد سواء. وهذه النظرية التي ثبت الواقع، اصطدمت بالواقع وانتهت عمليا بالاحتياج إلى أنها إلى أن تناقش، وإن نوقشت نظريا ولكن اصطدامها بالواقع أسقط انتهت. المهم أن ننظر إلى العادل بمعنى التساوي، يعني فلان عادل، يعني ينظر إلى الأفراد نظرة متساوية. ولعله ولعله كثير من الآباء يحاول أن يكون هكذا، ولا أقل من خلال سلوكه العملي مع أولاده، وهو أنه ينظر إليهم نظرة متساوية، لا أنه يرجح هذا على ذاك، وإن كانت صفات الترجيح أو أمور ترجح هذا الابن على ذاك الابن أو هذا الولد على ذاك الولد موجودة تلك الصفات، ولكنه هو يحاول ماذا؟ أن يكون متساو أو أن يكونوا متساوين بالنسبة إليه. وهذا هو المعنى الثاني للعدل. فعندما نقول الله عادل، يعني لابد أن يكون متساويا إلى جميع الموجودات والأفراد، هذا معنى. من حقك أن تقول نعم نعم. لماذا؟ لأنه هل يوجد لأحد عليه حق أو لا يوجد؟ لا يوجد. فالجميع بالنسبة إليه كأسنان المشط. ولعله من هنا ينفتح باب جملة من الشبهات والإشكالات التي ترد على العدل الإلهي، وهو أن الإنسان يفهم أن الله سبحانه وتعالى نسبته إلى الجميع لابد أن تكون نسبة التساوي لا نسبة التفضيل. ولكنه نحن عندما نأتي إلى مخلوقاته نجد هناك تفضيل أو تساوي؟ ها؟ نجد هناك اختلاف أو تساوي؟ لا تقول تفضيل. نجد اختلاف أو تساوي؟ نجد اختلاف، مع أنه هذا لا يتناسب مع العدل بهذا المعنى وهو التساوي. إذن هل المراد من العدل الإلهي يعني أن يكون الحق متساو إلى الجميع كما أن الجميع متساوون بالنسبة إليه أو لا؟ هذه المساواة التي تقال بين حقوق المرأة وحقوق الرجل، ماذا يفهمون من المساواة؟ يعني يعطى لكل منهما ما يعطى للآخر، ويسلب من كل منهما ما يسلب من الآخر. إذا أعطي للرجل حق التعدد، خب لماذا لا يعطى للمرأة حق التعدد؟ شو ما المحذور في ذلك؟ إذا كانت عواطف الرجل تجرح بهذا، عواطف المرأة إنسان أو ليست بإنسان، في النتيجة إنسانها أيضا عواطفها تجرح عند التعدد. هذه النظرية نظرية التساوي، والتي يفهم العرف والعموم من عدل الله هذا المعنى دائما. العرف والعموم، بل مو العموم، كثير حتى من الخصوص من يسمع الله عادل
يفهم يعني لابد أن يكون الجميع بالنسبة إليه كأسنان المشط، مع أنه عندما يجد يأتي إلى هذا العالم يجده ماذا؟ متفاوت الأجزاء، متفاوت الوجود، بعضه أفضل من بعض، بعضه أجمل من بعض، بعضه أحسن من بعض، بعضه أغنى من البعض، بعضه بعضه، إلى ما شاء الله من التفاوتات والاختلافات التي نجدها في عالم الخلقة وعالم الخلق. هذا هو المعنى الثاني.